بصراحة احنا اهلك وناسك. هلا ناس. ونعرف كفاتك وعملك واخلاصك لهن والناسك. الكلام اللي يصير منا منا الله شاهد، الله رقيب علينا. هذا احنا نعرفه كل زين تسقيط، وهاي مرت علينا الحمد لله واشكر من 2003 لليوم. السياسيين بيناتهم يحاولون جهد امكانهم، انسان الكفو وانسان الخير وانسان اللي يشتغل الشعبه والبلد يحاول جهد امكانهم يسقطوه. واحنا لو ما كفاتك وخبرتك وعملك وغيرتك على اهلك وناسك ما سعدتي وصلتي لهالمكان. فلهذا شوفين الناس مختابة وتحاول جهد امكانك تسقطك حتى يصعدون هم. لكن احنا كل زين نعرف ان هذول ما يخدمونا ولا 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 يوصلونا نهائيا. والدليل انه ابو فلاح وابو امير هاني هم من القدماء هنا. قالوا والله كنا نعاني موضوع علمي، والله ما حد التفت علينا، والله ما حد التفت علينا موضوع المي الا سيد النائب عاشر المصاري. والله هاي المي ما حد وقف على الشيء. انا الحسد اللي نعرفهم هذول الرموز، هذول ناس يعني مع الاسف مع الاسف اقول عليهم والله يعني حرام يطبون للمجلس النواب، وحرام هم تينا يقولون احنا نخدم الشعب.